شنو تقدمي لنا اليوم ان شاء الله؟ اليوم بما ان السيدات تكلموا على الصدور الدجاج، فكرت بان واحد الوصفه للعشاء سهله وخفيفه. الطريفات نتاع الدجاج مفورين، غير هما كنقطعوا داك الطريفات شحال من لا كونتيتي اللي بغينا، كنشرملوهم شويه ديال القزبر وماء عدنوس تويمه. انا كندير بحال الشرموله ديال الحوت، غير ما كنزول الحامض، شويه ديال الكمون والتحميره وشويه ديال الهريسه اللي كيبغي الحار. ومليحه داجا حنا كنكونوا غسلنا الدجاج بالملحه ما نكثروش فيها، كنشرملوهم الطريفات اللي بغينا وكنفورهم. انا كنفور في الكوكوط لان دغيا دغيا باش كيوجد، ونفس الشرموله حتى هي كنشرموا بها الخضيره اللي بغينا وكتا هي كنفوروها. راه عشاء خفيف وسهل وكيوجد في دقائق. نعم غادي نجربو صدور الدجاج، الا شربناه كيجيو بحال الحوت تماما. داكشي اللي كاين، انا قلت لك شربوا هاد الحوت، انا كيجيو هما كيجيو خفافين بحال الحوت، داكشي اللي كاين لوغو ديالو ودغيا دغيا كيوجدوا وساهلين في الطياب. شكرا لك غيزان، شكرا على قليل فقره.